في سهرة أبدعت فيها الوفود والفرق المشاركة بتظاهرة الجزائر في أحضان صحرائها بجوهرة التاصيل جانيت بولاية إليزي برقصات وألبسة تقليدية تعكس التراث المحلي لمختلف ولايات الوطن وماضيها العريق. بلادنا ملاحة وكبيرة، فيها عادات وتقاليد نحبوا نكتشفوها في كل حاجة، وكيش أنا ظهرت ملاحة أخلاق فعلا نحية البلاد، كانت بلاد راقدة شوية، جاتها التطاورة نشطت البلاد شوية ونرحبوا بالضيوف تاعنا ونتمنوا لهم اقامه طيبه ان شاء الله. الوفود المشاركه وسكان جانات استمتعوا في اول سهره من هذا الحدث الشباني الذي يهدف الى تعزيز روح المواطنه والتبادلات الشبانيه بين مختلف ولايات الوطن واكتشاف ما تزخر به الجزائر من تراث ثقافي وفني وحرفي. حفله تخي بيان اورغانيزي، عجبتني خلاص من الدخل حتى من الخارجه. احنا اولا فرحانين بهذا الحدث الكبير، وهذا يدخل في اطار تعزيز العلاقات الاخويه بين الولايات، ويدخل كذلك في استقطاب السواح للسواح لمدينه جانب. اليوم جينا باه نقولوا للعالم كل الجزائر امنه ومستقره، والحمد لله نحن في اقصى الصحراء ونتقاسم هذه الفرحة. نمسيلة بنا حضروا احتفالات هذه تارة السنة هنا في جانات، نعترفوا وبنعرفوا أرضنا ونعرفوا صحراءنا ونعرفوا مناظر طبيعية خلابة. هذا ويتضمن برنامج تظاهرات الجزائر في أحضان صحرائها نشاطات شبانية وجولات سياحية متنوعة إلى المناطق السياحية التي تشتهر بها عاصمة التصيل جانات، بهدف ترقية السياحة الصحراوية وبزيارات تضامنية وخيرية بمشاركة الوفود الشبانية المشاركة.